بالنسبة للعيد العام غيدو شوية قاصح بالنسبة للأزمة ديال الكورونا اللي كاينة، يعني كاينين الناس ما عندهمش باش يشريو والناس غتكلف وتسلف، وكاينين بزاف الناس ما خدموش بزاف، يعني شوية غتجي قاصحة. يعني ما عرفتش أنا شحال الثمن ديال العيد، ولكن بالنسبة لدوك الفقراء وميم شي ناس بزاف الناس عندهم وغيكونوا ضروا، فهمتي؟ انا كنقول شخصيا ان هاد العيد غيدو شويه قاصح، ما غيدوش بحال الاعياد اللي دازو، غيدوز الناس ما عندهاش، لان الناس ضرات بهاد الوباء، ضرات بزاف، كاين اللي شحال ما خدم ودغنيغمون الناس خرجوا. زعما كنسائل انا كيفاش الناس غتشري هاد الاضحيه. العيد ولدي سنه لمن استطاع، اللي عنده الطاقة وليدي راه يعيد، واللي ما عندوش مثل الفقير بحالنا حنا عنده الله، ماشي اوبليجي باش حنا خاصنا نذبحوا مع هاد الوباء. حنا كنطلبوا السلامة والعافية مع الله تبارك وتعالى، والحمد لله اللي تحلت لنا المساجد، والحمد لله اللي عاونوا المساكين، وحنا تحت الطاعة ديال سيدنا نصره الله، واللي انقذنا من هذا الوباء الخبيث اللي ما عنده دواء، اللي حاروا فيه الاطباء وحاروا فيه العلماء وحاروا فيه جميع الدول العظمى، ما قدتش باش هذا هو مسكين سيدنا نصره الله، انقذنا مهمس من هذا الوباء، دار الشعب ديالو وانقذ الشعب ديالو، وحنا تحت الرعايه الساميه ديالو، الله يحفظه ويحفظ ليه وليداتو، وحنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم يغفر فينا ويدوزنا بفضله ورحمته. ما عندنا ما غنديروا وليدي الا الصبر، هي سنه مؤكده، ولكن الغالب الله، اللي ما عندوش الغالب الله يحمي الله ويمشي الوقت. لقبل الشيء كتشوف المعامل تساد النص، والنص المعامل مسدوده، النص كلشي ما خدامش، ماشي حنا غادي نبزو على ريوسنا باش حنايا اوبليجي باش نعقدو. الانسان راه كيقول الحم طول السنه، الانسان خاصو يتبس عقلو ويرصي ويكون قوي ويعيش وليداته في الحجر وفي هاد الاسماء الخبيثه اللي الواعره الصعبه، خاصو يصبر. ما علينا وليدي الا نتحلوا بالصبر. عيد والح على العيد بخير، لا بد سنة الله والرسول، العيد مزيان، وين كاين الناس كاين اللي ما كيتمحلوش وكاين الناس اللي كيتمحلوا فيه، كاين الناس اللي كيتمحلوا فيه. واحد السيد انا جلست معاه في واحد القهوة واحد النهار وقال لي مسكين انا عامل وانا ما عيطش، واللي عنده الفلوس كيعيط واللي ما عندوش غادي معاه. دام أزمة دواء عالمية على المواطن كل شيء، تقريبا الله اعلم ممكن تكون واحد 20% ولا 40% ولا 50% جا العيد واحد، فيها اللي يعيد وفيها اللي ما يعيدش، ما كاينش غير المليح بحقه، كاينش الغلمه رخيصه كذبه كذاب، ما المليح بحقه الغلم، ما هذا اللي كيشري شي بطانه ولا شي حاجه ما يعرفش العيد، وصافي يقول العيد باش ما يزعط الله، ما العيد بحقه بدا من 60 والفوق. ويني دابا واحد معيد وواحد حدا ما معيدش كيبقى فيه الحال، صعيب حق هذا العام صعب من الاعياد اللي فاتوا. ومن بعد الازمات كورونا هي مزيانه للعالم كامل، الازمه هذه مزيانه للعالم كامل، ولكن خاصها تبقى مستمره. الا مشات بقاو في هذه الوضعيه هذه راه قبيحه بزاف، راه بنادم كامل غادي يمشي فيها. وبالنسبه للعيد الكبير اللي عنده استطاع راه يشري، واللي ما استطاعش راه يترجى الله، ترجى الله ويكون خير، وراه مزيان هذا الشيء، هذا راه مزيان للعالم كامل، ولكن إذا مشى في هذه الطريقة راه صعيب عليهم الحال شوية. طلبوا من سيدنا يعاونهم ويتعامل معاهم حتى تدوز هاد الشوطة هذه وتدوز هاد الحرمة هذه اللي فيها الناس عايشين فيها. بزاف حنا عندنا هاد العادة هذه خالقة من أول زمان، من عهد ابراهيم، وهي الناس كيتساينوا في هذا العيد هذا العام كامل، ولكن حق عليهم يعيدوا، حق عليهم يعيدوا، لحقاش الى مشات هذا عيدوا الاخر عيدوا واحد ما عيد شيء كتصبح غاده، الناس مع بعضياتهم غادي يتغاضبوا، وحنايا
المغرب انت كتعرف المغرب هذا خصو يشوف فيه هذا وهذا كيديها في هذا، انا ماشي في شي علامه اخر يدير ولا ما يديرش، لا هذا واضح، ولكن خصها تعاونهم تعاونهم البلاد الدوله خصها تعاونهم تعاونهم وتعطي بين بين مراه خصهم ساكن تاهما يشري ما يبقاوش داعين في هذا الشيء.